ما أنسى ذاك اليوم اللي صعدت فيه متوجس وخايف متوتر. توجهت مباشرة لذاك المكان اللي شعوري متلخبط اتجاهه ما بين فرح وخوف. هذا أول يوم لي بالجامعة، لا لي صديق ولا قريب فيها، ما تعودت أكلم الناس أو أحتك فيهم إلا إذا اضطريت. أنحرج كثير قبل أسأل عن شيء، وتردد وأفكر وش بتكون ردة فعل الناس اتجاهي. توكلت على الله ودخلت القاعة، وكنت متخوف كثير من ذاك السؤال اللي طاردني دائما. بديت أقلق يوم بدأ الدكتور بطرح الأسئلة على الطلاب من باب التعارف، وأنا ودي بس ينتهي هذا التعارف ولا يجي سؤال يحرجني. نظرت القاعة الكل فيها يضحك، وتعرف على الثاني إلا أنا جالس لوحدي حاير وما أحب أبادر أحد بالحديث. انتهى يوم الأول بالجامعة، يوم طويل وممل، وكالعادة ليلة جديدة من المعاناة في غرفتي، الوحدة والدموع والأحزان رفيق السهر. راحت الأيام وبديت أتعود على وضع العام، وحيد في سكني ووحيد في الجامعة. انتهت المحاضرة وطلعوا كل الطلاب، جلست في بهو الكلية لوحدي، كنت شارد الدين أفكر أو يمكن أحاول أفكر وتناسى الواقع. فجأة حسيت بيد تلامس كتفي، التفت، كان الدكتور سألني وش فيك؟ ما فيني شيء يا دكتور، بدأ يحاول يكتشف اللي فيني، ووسط الحاح بالسؤال انهارت دموعي. قال لي اعتبرني مثل أبوك يا ولدي. وقف كل شيء حولي يوم قال لي هالكلمة، وحضني بعدها ونهار ما بقي من دموعي. موقف الدكتور غيرني، حسيت أخيرا بالأب والأخ والصديق، كان حريص علي ودائما ينصحني ويرشدني. من يومها انطلقت في رحاب الجامعة، وصرت أختلط بالطلاب اللي كانوا قريبين مني. أخيرا ولله الحمد تخطيت هالعقبات، وأيام الحزن والألم والشعور بالوحدة. أنا حسن عبد الرزاق، خريج بإذن الله من جامعة القصيم. أنا يتيم، الأب والأم وحتى العائلة، كل زملاء اليوم يحتفلون بتخرجهم وسط حضور آبائهم وأمهاتهم، إلا أنا مختلف عنهم، بس هالمرة أحسن منهم حظ. اليوم عوضني ربي بعائلة أكبر، اليوم أعتبر كل من حاضر من الأمهات أم لي، وكل أب حاضر أب لي، يشاركوني فرحتي بحفل التخرج. أنا اليوم فخور بجامعتي، وسمو الأمير فيصل بن مشعل هو الأب الحاني والداعم لي ولزملائي الأيتام. اليوم أنا عريس جامعة القصيم.